الأقصى مرايا تتكلم، مرايا تتكلم. عندنا إيفينمون هو توزيع ملابس على مجموعة من أيتام الجمعية، 170 يتيم، في إطار البحث الدائم على موارد للجمعية. وجدنا الجمعية هذه توزع في أغطية في الشمال الغربي، وقعت معنا اتفاق على عبر الفيسبوك، ومن بعد اتصلنا معنا جانا لهنا واتفقنا نحن وياه على أنه يمولن مجموعة من الأيتام بكسوة ظرفية للأيتام، مش كسوة عيد، أما كسوة ظرفية للفترة هذه. عدد المنتفعين هو 170، مش هذا العدد الكامل نتاع الجمعية، أما النسبة اللي هو النقال النجم المولها هي في حدود 170 طفل. الحمد لله يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم، الحق هذاك حدهم، هم قايمين معنا بواجبهم وفوق من واجبهم. صغيرات عندي زبنات وليد، الحق قايمين بيهم يعطوهم في أي مناسبة ينادوهم، الحق الحمد لله. إذا تقصى مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.